انا اقدر اخلي الطفل عنده ثقة في نفسه؟ يعني اطفال كتير هو ممكن ساعات بيكون في طفل هو طبعه من هو صغير ان هو لا بيخاف او متردد او ما بيقبلش على الحاجة، ازاي انا اقدر اخليه عنده ثقة في نفسه؟ تمام. في كلام كتير يتقال عن الثقة بالنفس، وحاجات كتيرة بتتعمل عشان تنمي الموضوع دوت للأطفال، بس في حاجة بسيطة قوي لو احنا اهتمينا بيها الطفل هيبقى غاية في الإبداع، وهيكون عنده ثقة بالنفس عالية جدا، هي الكلمة. احنا لو اهتمينا بتأثير الكلمة أو الكلام اللي احنا بنقوله للطفل على مدار اليوم، ابننا الدنيا معاه هتتحسن بشكل كبير. في نظرية في علم في التربية، علماء التربية بيهتموا بيها، اسمها نظرية النبوءة. بتقول النبوءة التي تحقق نفسها ذاتيا. معناه ايه الكلام دوت؟ معناه ان اي كلمة هقولها لابني عقله لاواعيا هيبتدي يبرمجها في سلوكه. يعني طول اليوم وانا بقوله كلام ايجابي زي انت عبقري، انت بتسمع الكلام، انت شاطر، انت ملهم للناس اللي حواليك، انت ودود، انت كويس، عقله لاواعيا هيبتدي يبرمج الكلام دوت في سلوكه. نابليون بونابرت لما سألوه بعد انتصاراته في معارك كتيرة قالوا له اللي انت وصلت له دوت وصلت له ازاي؟ قال لهم هذا من عند امي. وروبرت بورتن عالم قال ان طعنة الكلمة تعتبر اقوى واطعن من واحد من طعنه السيف. معنى كده ان الكلام اللي بقوله لابني ممكن يعليه وممكن ينزله وممكن يخليه متفوق وممكن يخليه فاشل على حسب نوع الكلام اللي يعني انا بقوله له. الكلمه بتاثر طبعا في بالظبط نفسيه الطفل، ونقدر نقول ان الكلمه هي اللي بتبني بالظبط ثقه الطفل بنفسه. بالظبط. فالمفروض ان انا اهتم بالكلام الايجابي، اعمله ركن للانجازات بتاعته، اديله شعار، اقول له مثلا انت قائد، انت شجاع، انت ملهم، وريفر بقى هقول له ايه بالظبط. تمام. اخلي عنده مهاره خاصه بيه هو بيقدر يعملها، اكتشف قدراته، نقاط قوته، نقاط ضعفه، اخليه قادر يعمل حوار. دوت كله هيدعم ثقته بنفسه.